لأي شكوى إلى البرنامج الرقم الساخن 71-106-111. مساء الخير. غرفة العمليات والليلة ضيفنا من موقع عام لبنان الإخباري الزميل توني نجم. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك. وتوني أبي نجم. أبي نجم لأنه لما كنت قبل بالنهار كان في كمان زميلنا توني نجم بالرياضة، كانت كل الدعوات توصل بالقلب، يعني هو ياخد دعوات سياسية وأنا أخد دعوات رياضية. هلأ بقى خلص. أهلا وسهلا فيك. طبيعة هيدا الفقرة حبينا يعني من خلالها نتعرف فيها على صناع الأخبار أونلاين وكمان على جيل جديد من الصحفيين والمحللين السياسيين. حضرتك مخضرم، أنت أول ضيف بتكون مخضرم بهذه الفقرة، بس كانت تجربة حلوة. إيه أنه تعرفنا عن جد على شباب، بس هلأ عنا أزمة صار خير، بدنا نشوف الزملاء الجديد اللي رح نتعاون معهم، رح ندق بالسايتات الحزبية مثلا ولا بس المستقلين؟ هذا السؤال بده قرار، بده قرار. شو رايك استاذ توني؟ عمليا بالنتيجه حتى المواقع الحزبيه عم بتكون بجانب منا مواقع اخباريه، طبعا الواحد هون بده يزين، وبالنتيجه يعني ما بعرف اذا حتى في حدا بالمطلق ما يكون مسيس بغض النظر. بس يعني نحن اعتمدنا السايتات الاخباريه المستقله. هلا عم لبنان مثلا فينا نعتبره مستقل او حزبه؟ لا اكيد مستقل. مستقل اكيد مستقل. بابا قرار هيدا بدنا ناخذ قرار، يعني طبعا بدنا نقرر نفتح على الاحزاب الحزبيه، يعني بدنا نصير ناخذ تيار دوت اورج واللبنيز فورسز وكذا. شو رايك؟ مرادا دوت اورج ما بيمنع شيء، بس وانت بتجيب حدا من الحزب مباشره؟ لا يعني لا، لاني في حتى بالسايتات العادي الحزبية، يعني بنبقى لبنان فايلز، النشره، ديبيت او لبنان 24. اف والله قرار. انا بفضل بهول، هوليك ما بدهم دعايه، يعني هوليك عندهم جمهورهم فينا نعرف ساعتها، فينا نعرف ساعتها جمهورهم اكثر شيء بشو بيهتم، لاني طبعا بده كلهم ينزلوا يعني الاخبار التابعه للزعيم تبعهم، بس انه فينا كمان نجس نبض كمان جمهور بشو بيطلع اذا انت عاملها يعني. نعم. على كل الاحوال اليوم بلشوا عاملين اليوم عاد عكسي، 15 دقيقة لا 20 دقيقة هي مدة هاي الفقرة، لانه عم تعد وشايف جايب لي جرس جرس كمان، يعني اليوم بدنا نعملها بطريقة علمية جمعة الماضي، لانه مدت كثير، كان في كثير احداث. بتطلع صوت منيحة. هيدا اللي بيسمع هيدا الصوت يعني مضطرين ننتقل على الموضوع اللي بعده. طيب عندنا شكوى كان من المخرج خاصة هادي أبي وردة، بنوجه له تحية. رح نجرب نلتزم على 20، على كل حوال على 20 انت قطوش، عندك كامل الصلاحية فيك تقطع الهواء وتنتقل. بدنا نقول له لهادي يعني على حظ أيام لبنان طلع كثير، بس شو بدي أعمل لك؟ تكره عصيرة الجرس والأصوات الجرس. كيف سمعناك على اغاني بالجمعتين اللي مرقوا؟ عم تاخذ من وقته هلا انت. هلا صراحه بس بلش يدق على الجرس افتكرت حالي بشي ريستوران، يعني في هذا انه اغاني تجربه حلوه، يعني انا كثير سعيد فيها، وان شاء الله هيك يعني اول مره بالاذاعه. شو الفرق؟ كيف تفرق يعني تي في راديو؟ شو الفرق؟ في فرق اكيد. هلا دائما اللي بيشتغلوا بالاذاعات عندهم هيدا التصميم انه الاذاعه اصعب من التلفزيون، بس هي كل وحده لها خصوصيتها. ربيع انت عندك كان تجربه اذاعيه كمان، كل وحده لها خصوصيتها، ما فيك تقارن يعني على التلفزيون على الاذاعه، يعني وحده من قصص الاهين على الاذاعه فيك تحط غنيه باي تكه وانت ترتاح، على التلفزيون ما في حد غنيه مثلا، بس فيك تروح على الاذاعه بالبيجاما. ايه كمان بس الصوت، بدك تلعب بالصوره، الصوره بتخبي كثير من العيوب. مزبوط. بس بالاذاعه ما فيك تغلط. ايه مزبوط. هلا انا بتكل دائما بتعرف على جمالي على التلفزيون. هلا في يعني اللي حبيته انه عم جرب تعمل قصص جديده. بتعطي معي مهمه لسه. ايه قل لي شو قصص من انا وصغير عامل معك مهمه. يلا اذاعات متقاطعه. حبيت فكره الاذاعات المتقاطعه يلي كنت عم تتصل بغير اذاعات هن كمان لايف بنفس الوقت وتحكي معهم. فكره جديده ما هيك؟ ايه والله بتعرف مبسوط فيها، كان على بالي فوت على اغاني بفكره جديده. هلا عملناها اول، رح خبركم، عملناها اول جمعه مع الاذاعات المحليه صوت لبنان ولبنان الحر والدلتا والبلد،
الخميس الماضي. الجمعة اللي بعدها قلنا خلينا نوسع عربيا، يعني هيك بضل الإعلام هو موحد العالم العربي، دبي، الأردن، الكويت. وأنا عم بحكي مع الزميل بالكويت لأول مرة بالعالم العربي، قال لي سوري بستخدم المجلس التعاون الخليجي بنعملها. أنا صرت يعني ما بعرف كيف عممت إيه، قلت إنه هيدي بركي أول مرة بين لبنان والخليج، بس بتصير. بس عبالي نعملها على التلفزيون. حلو نعملها على التي في. بدك إيه؟ من فترة كنت مفكر بالموضوع، يعني بدنا نشوف شو في برامج بنفس الوقت. شفنا شو في برامج نطلع بنفس الوقت. بدك شي لايف؟ شفنا شو ممكن. ما في يعني، ما لنا فكرة جديدة باللي بدك تعمله. هيدي أوريدي عاملينها ومش من زمان كمان. كمان أنت سيبك. كمان أنت بتنزع الأجواء. لا عن جد عاملينها بفرنسا. أنت عملتي لها مثل الكويتي. لا عن جد. معمولة قبل؟ إيه عملوها بفرنسا. توش با مون بوست، كان عيد ميلاد المقدم برامج توش با مون بوست كمان في صور سيريل. ايه اللي هو الفورمات تبع منا وجر. عملوا له سوربريز، اثنين برنامجين كانوا بغير محطات وطلعوا كلهم لايف مع بعضهم. سمعوني لشو يا عم؟ دايما بسمعونا. سمعوني اوكي ربات سوري ما بس هن هون مصوره يعني. مصوره على لا حلقه ربات عم بقول تكون مصوره بس هون لايف. بدك انت هيدي لايف كان لايف. بدك برامج. هلا انا مشي 4 سنين فكرنا بهذا الموضوع نعمل شيء، بس ما هلا اذا انتم شو عاملين الريسيرش شو عاملين؟ شو في برامج بنفس الوقت عم تمشي معنا؟ لا. مثلا على تلفزيون لبنان في مثلا نور مع عبد الغني طليس مع حفظ الألقاب. حلو. على الجديد في على البكلي مع نسرين زواهرة، في وجه لوجه من بعده تحت طائلة المسؤولية مع رياض بيسي وسمر أبو خليل مباشر. على الأو تي في في داليا والتغيير، هذا مش مباشر. المنار في حديث الساعة مع عماد مرمل، هذا مباشر. حلو نفوت طبعا. شو رأيكم نجربها على الام تي في؟ شو فيه على الام تي في؟ مثل القمر. بنبلش ومثل القمر بلش. عم نطلع من المسلسل ومنكفي. ما بعرف عماد ماشي اربع ولا حلوة التعريف نجمع. خلص اوكي بلش بس مع المخرج انه هيدي تكون راحت من فقرة تاني. لانه خلينا خلينا نفوت بالشبح. شو عندنا الشبح؟ الشبح بيعلي على الحلقة الماضية شو عملنا اخطاء. الحمد لله ما كنت ظبطت. هابي صفر. كل صفر ونحن بخير. بلشت الحلقة الماضية من بلا طول سيرة من الصفر. طلعنا صفر بالإحصاءات ومبسوطين، ومش بس مبسوطين وعم نحتفل. لما سمعت هالجملة منك زبان فكرت لوهلة إنه ما حدا بالمرة عم يحضر البرنامج، وقلت بلا ما ضيع وقتي وأقعد رقبكن. منيح انه رجعت شرحت لنا شو الموضوع. احصاء اجرته مؤسسة مهارات حول الخطاب الديني بالبرامج التلفزيونية الاجتماعية اللبنانية، اظهر انه نحن كانت نتيجتنا صفر. دخلك هالدراسة ما جابت سيرة نسبة الديمقراطية ببلد والسيرة؟ ما بدكن تنقوا قانون. هلا رايح قانون. اي شيء بيصدر مني على تويتر بدكم تعملوا له ريتويت. زفان اذا بدك تحكي بالقانون لازم انت تلتزم بالقانون كمان، والقانون بيقول ما بنحكي نحن وعم ناكل جاتو. سيبال انت شو رايك؟ لا لازم يكون هذا الشيء شخصي لشخص. زفان مش بس كان جوعان، كان عطشان كمان. دايما خد راحتك هيك، البيت بيتك. صحتين وهنا. خلينا نشوف شو تعليق الشبح، شبح الأوبرا أو شبح غرفة العمليات. لما أجا وقت الشبح ضاع زفان على حلقة الليلة. خليني أذكر المشاهد على حلقة يا حي الشبح. هاي مش محسوبة. وشكله الشبح بخلي الكل يضيعه، لأنه بعد فقرة الشبح ضاع المخرج وفريق الرجي وخفيوا صوت زفان قبل ما يخلص جملته. شو صار خلال الأسبوع أهم الأحداث السياسية اللي ما حضرتوه؟
رودي الأسبوع الماضي عينت وزير جديد للداخلية. وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوء. معالي الوزير اسمه نهاد المشنوء يا رودي، مش نهاد. نهاد المشنوء. When it comes to baby, الموضوع حساس. برودكت اللي مرفوع عليهم دعوة بس الباودر تجميلتها تخليها تصير ناعمة صافت. أما كارول ومن بعد ما عرفتنا الأسبوع الماضي على مواهبها باللغة الفرنسية، قررت تخلينا نعرف إنها شاطرة بالإنجليزي كمان، ومش بس هيك إنه عندها علاقات دولية. هلأ الشركة استأنفت، ولأنه استأنفت الشركة ما قدرت تطلع معنا اتصال مباشر، كانوا بيطلعوا معنا من أمريكا. أنتوا اتصلتوا بأمريكا؟ نعم. وعسيرة كارول زفان، شو هو السؤال يلي قطعت كلام كارول كرماله وبلحظة نسيته؟ ربحت العائلة. بس أنا عندي سؤال. إيه أوكي كفي. شو السؤال؟ كفي ماشي. شو السؤال؟ ومن بعد غرفة العمليات انتقلنا للاستوديو، وفي معلومة ضروري صلحها لضيف زفان أستاذ جو غنطوس. اليوم عالميا تويتر عنده 2 مليار دولار بالشهر، بينما الفيسبوك ربح. أنا قاري إنه تويتر ما عم يربحوا. بحسب الوثائق الرسمية لتويتر، أنت يا زفان يلي كان معك حق، تويتر خسرت، والخسارة كانت 561 مليون دولار بسنة 2015. بالإذن منك أستاذ جو، حضرتك اللي غلطت، بس زفان غلط كمان، وبالأحرى غلط وكتر. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك. حضرتك مؤسس ومدير عام شركة رايت ميديا. رايت سيرفيس عفوا، الرائدة في مجال. عم بس عم شوف إذا عم تنتبه. بين الساعة 4 و6 أو 4 و7، وحفل التوقيع للستة مش للسبعة. لوقفة مع بلا طول سيرة سيجنتشر وفقرة بي ماي فريند أو كن صديقي، واسم الفقرة ميت ماي فريند مش بي ماي فريند. مواهب lab.com لأخبار كرة القدم، وموقع حمزة سماحة مواهب lab.com للباسكتبول مش للفوتبول، سوري لكرة السلة الباسكتبول. وعلى فكرة اسمها ميريام مش مريم. كذا على مريم سكاف كمان اليوم خبر مأخذ على مريم، يعني اليوم مريم السيد. بدي هادي ابو ورده يربطني، يعني مشكلته مش مشكلته. بعتقد صار لازم اسكت. انا الشبح واكيد راجع، خليكم منتبهين. ليش تغير رايك على الفقره؟ هاي الفقره مش عجبتني اساسا، انه اليوم عندنا اول وحده توني ابي نجم وتوني نجم مبلشين، يعني هيدي عسيرة مريم سكاف زميلنا سلمان سري الدين غلط فيها وقال مريم فارس عن على الهواء. على الهواء ايه مزبوط. امبارح رح اعطيك على الشبح بالشاطر الا علي. رح اعطيك فكره للشبح انه انت طلبت الالتزام بال20 دقيقه. ما في 20 دقيقه بعد ما اوكي. يلا خلينا نعجل. الأسبوع يعني يبدو كل هالأسبوع في يختصر باليوم، لأنه اليوم يعني الآن يصنع الحدث. شو آخر شيء يعني بكرة دونيان آخر شيء إيه؟ بيقول الأجواء إيجابية بما خص الموافقة على إقامة مطمر في برج حمود، وإنما الأمر مرهون بتلقينا إجابة. أوكي. اللي ما تابعوا نشرة الأخبار، شو الخلاصة اللي فينا نعطيها هلأ عن اللي صار بموضوع الزبالة؟ كيف اجتماع إدارة النفايات برئاسة الرئيس السلام ووصلوا لنتيجة شكلهم بكرة في مجلس وزراء الساعة 11 ليحطوا إذا بدك الصيغة النهائية للحل يلي توصلوا له. الوزير المشنوء بيقول انه 99% وصلوا لحل. هلا اللي عم يقال انه ممكن يكون في مطمرين بكوستا برافا وبرج حمود، ويرجع يفتحوا مطمر النعمه لفتره مؤقته للم الزباله. لم الزباله الموجوده حاليا يعني. استاذ توني كنتوا بهالجو كمواعيد عمليا؟ كنا بهالجو، بس بصراحه نحن عم ننفخ على اللبن لانه الحليب كوينا. نحن كان مفروض نهار الجمعة بشباط مضى عملية ترحيل، والوزير شايب كان عم بيقول انه بكرة رح نمضي، وبكرة ما مضينا. هلأ من اليوم لبكرة شو بصير بالوزراء، وخصوصا انه رينا هلأ كمان انه الوزير نايب طلال إرسان عم بيقول انه بدي ادرسها مع وليد جملات ومع اهل المنطقة، وبدنا نشوف ان شاء الله ما يرجع يكون في عرائيل باللحظه الاخيره. بس يبدو ما في عرائيل. هو على كل الاحوال كمان بكره في ضغط التظاهره اللي دعيت لها طلعت. بس لو في عرائيل ما كان دعا الرئيس تمام سلام لجلسه، لانه هو ربط الموضوع فيها، وبعدين هيدي انه جلسه استثنائيه لانه مش جلسه عاديه. خلينا نشوف الاحداث الثانيه اللي صارت هالاسبوع. السبت
اللبنانيون يبحثون عن بصيص أمل. أكيد انبسطت كتير وكان شعور كتير 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 حلو. اهتمام إعلامي غير مسبوق بفوز الطفلة اللبنانية لين حايك في برنامج The Voice Kids. أحلى صوت شاب لين الحايك. الاثنين، رئيس الحكومة تمام سلام يناشد السيد نصر الله عدم انتقاد المملكة العربية السعودية ودول الخليج. أدعوه إلى عدم مهاجمة المملكة العربية السعودية ودول الخليج. ذابح الجندي الشهيد عباس مدلج في قبضة الأمن العام، التحقيقات تظهر أن الإرهابي ليس لبنانيا. الثلاثاء، لجنة الإعلام والاتصالات النيابية تكشف عن فضيحة، مافيات تستبيح خدمات الإنترنت عبر شراء سعات دولية من خارج الشبكة اللبنانية وتجهيزات على جبال لبنان لا أحد يعرف من أين أتت ومن بناها. وهذا ما دفعني إلى تحويل هذه الشكوى إلى النيابة العامة التمييزية والنيابة العامة المالية. الأربعاء، طاولة الحوار تنعقد من دون أن تبحث في ملف النفايات، وسجال ميثاقي بين باسيل وفرنجي يطغى على مناقشات الجلسة. دولة الرئيس نبيه بري كان حاسما، لن يكون هناك تجاوز للدستور. طلعت ريحتكم تمهل السلطة إلى السبت لحل أزمة النفايات وتهدد بالتصعيد. إذن كان هذا الأسبوع بدقيقة ونص. كان الحدث الأمني مبارح أهم شيء هو العملية النوعية الاستباقية اللي قام فيها الجيش اللبناني برأس بعلبك. ما لحقته؟ لا ما لحقني للأسف. ويعني سيطر على موقع كتير مهم لداعش في المنطقة، في شهيد للجيش للأسف. نعم. من عكا. كيف تشوف هالأسبوع أستاذ توني؟ عمليا هلا إذا كان ختامة مسك زبالة اللبنانية ممكن يطولوا بالهم. للأسف لأنه عم ندور بدوامة إلنا من سنة 2015 تحديدا من وقت الفراغ الرئيسي لليوم، عم ندور بدوامة كتير بشعة، وبالتالي كل هول الأحداث عم بيجي حدث يلهينا عن حدث تاني ومنلاقي حالنا بعدنا بأرضنا، وبالتالي مش عم بيتقدم عمليا بأي حل. إن شاء الله يكون في بوادر حلول ولو من الزبالة. هو مش كتير بأرضنا بظل أخبار ما بتاخد كتير اهتمام يعني من قبل الصحافة، بس أخبار من نوع إقفال مكتبة البرج، إقفال دار النهار، توقف كورال الفيحاء. شو عم بيصير بالبلد؟ يعني من نتيجة هاو عناوين سقفية اللي هي اللي بترفع لبنان. يعني معك حق، وهالخطوات اجت من بعد ما كمان النهار كانت أقفلت الملحق السقافي، وبالتالي اليوم عم نعيش نحن بفترة اقتصادية سيئة جدا، بلشت بال 2011 عمليا مع بداية الثورة السورية والانقلاب على حكومة الرئيس الحريري بلبنان، وبالتالي نحن بعد متوقعين نروح نحو الأسوأ طالما عايشين بمنطقة فعلا كلها عم تغلي، وإن شاء الله ما نروح بعد أكثر وأكثر نحو الأسوأ. دايما لما بيكون بهيك أوضاع القصص السقافية اللي البعض بيعتبرها للأسف كماليات هي بتدفع الثمن بأول شيء، وبصير للغة الشارع ومنطق الغابة هو يطغى على العقل وعلى السقافة وعلى كل المبادرات الخلاقية. أنت متشائم هالفترة، يعني عادة بتكون أكثر إيجابية بإطلالاتك ومقابلاتك. لا أنا يعني متشائم أنه هيدا الوضع، ولكن عمليا أنه أنا بطبع مناضل نقول لازم نناضل لوضع أفضل. يعني عن جد نأسف إنه نكون وصلنا إنه نكون وصلنا بلبنان ما نعرف شو بدنا نعمل بزبالتنا. معيار تاني لأهم أحداث الأسبوع من خلال موقعكم I'm Lebanon، وأكثر الأخبار اللي اهتموا فيها قراء موقع I'm Lebanon رح أجرد لك هني وتعلق لي على كل واحدة. نهار التنين، ماذا فعل حزب الله في البوسنة وعلاء في البوسنة؟ صحيح، يعني عمليا شو الخبر؟ من بعد ما كان السيد حسن نصر الله، ومن بعد ما كانت إذاعة المنار، من بعد وفاة أو من بعد استشهاد اللي بدون إياه لعلي فياض اللي معروف بعلاء البوسنة بسوريا، كان في مفاخرة أنه هذا الشخص راح بعتناه قبل وقتل بالبوسنة. عمليا يعني الربط كان مع سوريا أنه في قرى شيعية عم ندافع عنها، في مقامات دينية عم ندافع عنها، وصلنا نقول أنه في داعش عم تهجم على لبنان لازم نروح نقتلهم هنيك. حق كان كل لبناني يسأل شو عم بيعمل الأخ علي فياض على البوسنة بالبوسنة، ولي بعتناه على البوسنة ومن مين عم نحارب. فعلا عرضنا عمليا بنوع من تقرير صغير لهيدا الواقع وكيف لي راحوا لهونيك وشو كان الهدف، تعمليا تبين فعلا انه هيدا
جهاز عمليا عسكري تابع للحرس حزب الله وتابع للحرس الثوري الإيراني ينفذ المهمات مش بلبنان بس بكل العالم، ومطرح ما بتجي أوامر بيروح. وبالتالي نعم بعتقد لازم نجيب ناس من مواقع سياسية إخبارية. لا عمليا نحن عم نحكي عن واقع. نعم. والسيد نصر الله فاخر بالموضوع، هو خرج مشاركة حزب الله بالبوسنة. أنا بالنسبة لي موضوع كتير مثير للاهتمام. ما في يعني هل هنالك تفاصيل عن هذا الموضوع بالصحافة قبل كلام أكيد. السيد عنه هل أكيد في تفاصيل، وحتى الرئيس البوسني علي عزت هو يعني حكى عن الموضوع وحكي كيف كانوا عمليا إيران عم تسعى أن تروح على البوسنة لعدة أهداف، منها لإرسال سلاح الى البوسنة لانه كان في وقت الامريكان مش قادرين يبعثوا. رح ننتقل للموضوع الثاني الثلاثة، الخبر الابرز هذا ما ابلغه السعوديون الى الفرنسيين عن اسباب وقف الهبة، وهيدا كان خبر خاص عنا حطينا انه احد الاسباب الاساسية لوقف الهبة انه السعوديين استاءوا من عملية تغيير الضباط اللي صارت بالمحكمة العسكرية واعتبروا كانت مسبب اساسي لاخراج ميشيل سماحة، وبالتالي في نوع من العتب او عدم الثقة. من عندكم طلع الخبر على الصحافة؟ نحن عمليا حطينا هذا الخبر كنا سباقين فيه، ورجع وزير خارجية سعودي بعد يومين حكي كمان بذات الإطار، وهذا يمكن عم تميز فيه أنه دايما عم نحط أخبار خاصة. الأربعة الخبر الأبرز بأيم لبنان، مواجهة بدأت داخل الطيار، هذا العنوان أي طيار؟ صحيح عمليا المواجهة اللي بلش تصير داخل التيار الوطني الحر عمليا من بعد ما كل الانتخابات خلصت ومن بعد ما بيّنت الأمور بأي اتجاه رايحة بلشت مواجهات داخلية. رجعنا شفنا الأستاذ نعيم عون يعني ابن خيه للجنرال عون رجع طلع وحكي عبر موقع الام تي في عمليا في امتعاض كتير كبير داخل التيار الوطني الحر رح تبلش يمكن نتائجه وطبيعاته تظهر، وهذا موضوع مثير عمليا للرأي العام نتيجة تطورات داخل التيار الوطني الحر. الخميس القوات ترد بقسوة على أزة وزير الصحيح كان في نوع من المقابلة مع الزميلة ملاك عائل بجريدة السفير للوزير أزة وحكي كلام كبير، القوات اللبنانية طلعت بيان وردت، الغريب ما بعرف يعني صار وكأنه في سحب للبيان من عدد من المواقع ما فهمنا كيف صارت وليه صارت، وبالتالي شو قال الوزير أزة؟ الوزير أزة يعني بلقيت يعني كان في انتقاد لعمليا خيارات القوات اللبنانية تحديدا وعدد من الأمور، وبتعرف لما بيكون الانتقادات من ناس يمكن مقربين من بعض على الصعيد السياسي بين حزبين يفترض انه هم كثير قراب بتاخذ ضجه اكثر، وخصوصا انه الرد اجى رد كمان عالي النبره، وبالتالي لما انفقد الرد هيدا من المواقع الثانيه وبطل موجود ونحن عندنا كان بعده موجود عمليا العالم كثير فاتت لعنا تقرا شو كان طبيعه الرد. والجمعه يعني اليوم ريفي قوه دويله حزب الله وهم وكذب. صحيح كان في عاطي حديث اللي هو ريفي للعرب الجديد، وهذا الحديث يعني بتعرف في شيء ملاحظينه من فتره يعني وتحديدا يمكن من وقت صحيح سياده العرب اللندنيه عمليا من وقت يمكن ما استقال اللواء ريفي من وزارة العدل كل المواقف عم تكون مواقف عالية النبرة وعم بتجيب أوديونس عالي بالموضوع، العالم عم تلحق هيدي المواقف بشكل كتير كبير لأنه بمحل معين بظل المعادلات السياسية العالم يمكن عم تنبش على ناس بدها تواجه أكتر مين بيعمل. أنتو قراءكم مين إجمالا؟ نحن قراءنا وهيدا الشيء الغريب والمفارقة قراءنا من كل الاتجاهات، وهذا الشيء بترصده من خلال مواقع التواصل الاجتماعي والتعليقات اللي بتصير. ونحن فخورين انه عم نقدر نحن نجيب قراء من كل الميلات حول كل المواضيع، وللاسف بس اللبنانيين صايرين بيعبروا عن رايهم يعني لانه في خبر بيكون هيك وخبر بيكون هيك بتلاقي على هيدا الخبر هيدا الخبر عم بيفوتوا من هون ويسبوا عليه. اوكي علي رودي غيري لنا الجو. من الأخبار اللي كان لها اهتمام كبير هو خبر السرقة اللي تعرض لها نقيب الصرافين. السرقة ما كانت مجرد خبر، كان كمان في فيديو التقطته كاميرات المراقبة بالمحل، عم نشوفه هلأ منشوف تفصيلياً كيف هو يمكن لو ما في فيديو ما كان ما هيدي الفكرة انه لو ما كان في فيديو يمكن ما كانت اخذت هالضجة هاي لانه في سرقات للأسف عادة عم بتصير. خلينا نشوفها كيف كاملة هيدا عم نشوفها هون. لا هيدا الموظف مع عند بالشركة هلا بفوت الحرامة هو كان فات الحرامة انتبه له واشتبه فيه يعني حسوا من التياب اللي لبسها ومن شكله حسوا انه حرامة
بس خلينا معنا حكيت شيء النقيب احكينا فينا نحكي حاضرين الاتصال محضرين الاتصال ناطر انه نتصل خلينا نشوف اذا معنا نقيب الصرافين الاستاذ الياس سرور اذا بيشوف العالم يعني عمليات اطلقناها لانه اول 3 رصاصات عليه يعني بس هلا بعد ليرجع خلينا نشوف اذا النقيب معنا مساء الخير نقيب مساء النور كيفك عم نحضر صرنا عم نحضر سوا هلا الفيديو كاميرا المراقبه من المحل عندك اول شيء الحمد لله على السلامه يعني صار في قواص كمان صارت شغله معتاده عندنا هيدا هو هيدا هو ايه فات هون انت قلبك شو عم يعمل هون ما كنت حس اول ما وصل صراحه سمعت صوت خرطوش الفرد انا ودغري وقفت لحتى اشوف شو عم بيصير صار جرد ما في سايره حتى يفوت حدا يسمع حدا ينزل شي حدا ولكن العالم كانت واقفه برا عم تتفرج ما بتشوف عم يوروا ويتفرجوا اف ايه مثل ما جرت العاده بكل القصص اللي صارت قبل فانا جرت ما فيي ناوير بس شفته وصل لحد فحطيت له رقمه من الدولارات هيك واحد واحد حتى يفكرهم كثار ويخرهم مثل كانوا بتعرف فئه الدولار كلهم بيكونوا نفس اللون ونفس الحجم هي بتتميز فيها عند الامريكانيه هالشغله انه كله نفس الحجم ونفس وانت مزبوط يعني اخر شيء طلعت الغله قد ايه 30 دولار 27 دولار 27 دولار ضحكت عليه يعني انت عمليا يعني بدك فيك تقول بس انت عن قصد يعني بهال انت وبكل هيدا التوتر يعني حاطط هيدي الرزمه على جنب لحالات من هالنوع او هيدا اللي طلعت معك أو؟ لا انا بتعرف نحن فعليا بنحط المصاري بالدور اذا بدك حتى تكون اهين عمليه التبادل العملي فانا حطيت ايدي بالجرور رفعت قد ما فيي ما غمقت ايدي حتى تطلع الفرطاس اللي بيكونوا فوق والتحقيقات نعم التحقيقات أمنية في شيء جديد انلقط انعرف ايه هلا لا طبعا الشغله بايد القضاء المختص وعم بيشتغلوا الشباب يعطيهم العافيه الله يساعد اجهزه الامنيه 400 لبناني ومجانين ناجي شو بده يلحقوا ليلحقوا نعم نقيب شكرا لك يعني يعطيك العافيه انت وكل اللي يعني بهيدي المهنه لانه في كثير مخاطر على الصرافين تفضل انا بس يعني كنت بدي اقول بس عبالي نرجع نلتقى بالنقيب بحلقه كامله نحكي بهذا الموضوع تفضل هيدي المواضيع عم بتكون كثير مهمه لانه نحن من اسبوعين تحديدا حطينا خبر فات قريب حدود ال 150 الف شخص يعني 148 الف وشي يعني هذا رقم خيالي بالنسبه للبنان عن حادثه صغيره صارت باللومول لسوء الحظ عم نلاقي بالمراكز التجاريه مش عم بيكون في فعلا تدقيق بموضوع التفتيش عم بيكون في هيك بوط من الشباب اعمار صغيره نسبيا عم بيفتعلوا كثير مشاكل وتحت شعار انه شو بدنا نعملهم نتفرج صارت حاسه لو ما فعلا كان في ناس هونيك وركضوا على الموضوع كان ممكن يصير في عنا لا سمح الله جرحى وقتله بسبب انه 20 شاب من هود اللي مبينين يعني ستيل جانج يعني كانوا عصابه هجموا على 5 شباب وفات عليهم على قلب احدى المحلات وكانوا عم بيجربوا يعتدوا عليهم هذا الموضوع بده متابعة بركي كمان نعمل حلقة عن الأمن الخاص داخل مولات لبنان أنا أنت استحيت قبل ما يعلق الشباب طلعنا شوي عن الوقت يلا خلص 26 دقيقة 26 دقيقة جمعة الجهة 15 هاي بيسكت الضيق لا لا استر شكرا لك استاذ توني شكرا لكم وشكرا لكل الأكيب بعد الفاصل جان قسيس نقيبا من جديد للممثلين وأبو سليم يرد على إهانة قناة الجديد للتواصل مع زفان الخط الساخن 71-106-111